السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا معكم رغد مأمون في الحلقة 17 من بودكاست أنا سوريا. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الوضع الأمني في عهد حافظ الأسد وكيف أرسى حافظ حكمه في سوريا من خلال أجهزة المخابرات التي تغلغلت في الدولة والمجتمع وتحكمت في الحياة العامة. أما اليوم فسنتحدث عن الوضع الاقتصادي في سوريا وعن نتائج سياسات حافظ الأسد الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى انهيار الليرة السورية وتدهور الوضع المعيشي للمواطن السوري والذي تأزم في الثمانينات. والسؤال الآن، كيف كان الاقتصاد السوري قبل استيلاء حافظ الأسد على السلطة؟ عرف الاقتصاد السوري منذ تأسيس الجمهورية باعتماده على التجارة التي برع بها السوريون تاريخياً والزراعة بالإضافة للسياحة، وكان الاقتصاد حينها حراً أقرب للاقتصاد الرأسمالي. ولكن وفي زمن الوحدة مع مصر أدخلت أفكار الاشتراكية إلى سوريا ومفهوم سيطرة الدولة على الاقتصاد من خلال قوانين التأميم التي غيرت الواقع الاقتصادي والمعيشي للسوريين. وبعيد الانفصال أعاد الاقتصاد السوري إلى الانتعاش، ولكن هذا الانتعاش لم يدم، ففي عام 1963 جاء حزب البعث إلى السلطة وأعادوا الاقتصاد الاشتراكي إلى البلاد، فكان التأميم هو عنوان هذه المرحلة، ومنه تأميم جميع المصارف في سوريا وجعلها ملكاً للدولة. وبات القطاع الخاص يحارب وفق منهج حزب البعث الذي استلم جميع السلطات في سوريا، وهذا ما دفع لخروج الأموال السورية إلى البنوك الخارجية وكبد الاقتصاد السوري خسائر كبيرة. كيف أصبح الاقتصاد السوري بعد استيلاء حافظ الأسد على السلطة؟ بعد انقلاب حافظ الأسد عام 1970 بدأ الاقتصاد السوري بالتراجع وتدهورت الليرة السورية أمام الدولار، حيث خسرت نسبة 66% من قيمتها خلال سنوات قليلة بعدما كانت 2.19 ليرة مقابل الدولار الواحد، لتصل إلى 3.65 في عهد الأسد. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها هيمنة الفساد بكل أشكاله على مفاصل الدولة كالرشوة والاختلاس والنهب والهدر وإساءة استخدام السلطة، حيث استغل حافظ الأسد الفاسدين لحماية أمنه ومساعدته على الإمساك بزمام السلطة، فغرق المسؤولون في مختلف القطاعات بالفساد، وهذا ما جعلهم شركاء في الدفاع عن نظامه كونهم يدافعون عن مصالحهم. وسعى حافظ لمحاربة الطبقة البرجوازية القديمة في سوريا وتشكيل طبقة برجوازية جديدة تجمع ثروتها من الفساد الاقتصادي من خلال استغلال القبضة العسكرية والأمنية والسياسية لكسب الأموال، سواء كانت من خلال المشاريع المختلفة أو من خلال التهريب. وأما بالنسبة للقطاع العام الصناعي والخدمي، فكانت الكفاءات تستبعد ويتم تعيين المسؤولين في المراكز القيادية في المؤسسات حسب الولاء السياسي فقط، وهذا ما أدى إلى بداية تدهور الاقتصاد السوري والذي تأزم في الثمانينات. فما هي أزمة الثمانينات وما هي أسبابها؟ مع دخول سوريا في العام 1980 تراجعت قيمة الليرة السورية أكثر إبان إعلان حافظ الأسد تأييده للثورة الخمينية في إيران ودعمها والوقوف إلى جانبها في وجه العراق والدول الخليجية. وقد كلف هذا القرار سوريا
توقف جميع المساعدات الخليجية المالية والتي كانت تقدر بأكثر من مليار ونصف المليار دولار سنوياً، والتي حصلت عليها سوريا بعد أن حل الجيش السوري مكان ما يسمى قوات الردع العربية في لبنان. وفي المقابل قامت إيران بتعويض سوريا عن المساعدات الخليجية بمنحها 100,000 برميل نفط يومياً، ولكن حفظ الأسد وبدل أن يضخها في الاقتصاد كان يبيعها في الأسواق العالمية ويضعها في حسابات بنكية خاصة خارج سوريا. وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية حينها، ارتفع سعر كل شيء بنسبة تتراوح بين 100% إلى 400% بالنسبة لمواد البناء، حيث وصل سعر طن الحديد إلى أكثر من 30,000 ليرة سورية في الوقت الذي لم يكن يتجاوز فيه راتب الموظف 1,000 ليرة شهرياً. وكان ضباط الجيش والمخابرات يتاجرون بمواد البناء علناً، وهو ما أدى إلى توقف حركة البناء الخاص بشكل شبه كامل وارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني. وقررت الحكومة حينها إيقاف عمليات الاستيراد للكثير من المواد الأساسية بحجة الحفاظ على القطاع الأجنبي وتحقيق شعار الاكتفاء الذاتي. وقد أدى هذا القرار على الفور إلى تنشيط عمليات التهريب من الدول المجاورة والتي قام بها أقارب الأسد على وجه الخصوص، وأدت كذلك إلى المزيد من ارتفاع الأسعار. كما ازدادت الطوابير على الغاز والمواد الأساسية، وأصبح انقطاع الكهرباء برنامجاً يومياً استمر حتى التسعينات. وهكذا أطبق الخناق على الشعب السوري، فبالإضافة للقمع تدهورت أوضاعهم الاقتصادية وتوقفت حركة العمل وزادت البطالة، وهذا ما دفع العديد من السوريين حينها للانتقال للعيش في دول أحسن حالاً من سوريا كالأردن ولبنان وليبيا. ولكن ما الذي حدث في التسعينيات؟ في عام 1990 حصل انفراج في الاقتصاد السوري من خلال السماح للتجار بالاستيراد والمساهمة في العملية الإنتاجية وافتتاح المعامل والمنشآت الصناعية بعد أن كانت تتم محاربتهم منذ مجيء حافظ الأسد للسلطة واتهامهم بالعمالة للاستعمار والإمبريالية. كما كان لوقوف حافظ الأسد إلى جانب الكويت في الغزو العراقي للكويت الأثر الكبير، حيث كانت بداية الصلح بين حافظ والدول الخليجية التي أعادت مده بالمساعدة المالية وفتحت الحدود بينهم، حيث انهال السياح الخليجيون إلى سوريا وفتح الباب أمام العمالة السورية والتي وصل عددها إلى أكثر من مليون سوري خلال بضع سنوات، وهؤلاء كان لهم أثر كبير في إنعاش الاقتصاد السوري. وهكذا أخذت الأوضاع الاقتصادية تتحسن في سوريا من ناحية توفر السلع الغذائية والخبز، بالإضافة إلى تنشط سوق العمل واستقرار الأسعار. ومن الجدير بالذكر أن معدل دخل المواطن السوري لم يتجاوز 60 دولار شهرياً خلال حكم حافظ الأسد، وكل زيادة في الدخل كانت تتبعها زيادة في المواد الرئيسية وفي الوقود، فيزداد الفقير فقراً والغني غناً. وبهكذا نكون قد استعرضنا في حلقة اليوم الأوضاع الاقتصادية في عهد حافظ الأسد وكيف أدت سياساته الاقتصادية والخارجية إلى تدهور الليرة السورية التي هوت من 3.65 مقابل الدولار إلى 46.50 في آخر عهده. أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله.